بأكملها، ولكنه جعل مكة أفضل البلدان، وخلق المساجد ولكنه فضل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلق السنين والأعوام ولكنه فضل عاما ولد فيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق الأنبياء جميعهم والرسل ولكنه فضل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق الأمم بأكملها ولكنه فضل أمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق الأيام ولكنه فضل يوم الجمعة، وخلق الليالي ولكنه فضل ليلة القدر، وخلق الخلق جميعا ولكنه اصطفى منهم أهل القرآن. هنيئا لوالد علم ولده القرآن، هنيئا للحج إبراهيم عامر أنه علم أبناءه القرآن، جسى رجلا بين يدي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، ما جزاء من علم ولده القرآن؟ قال: إن كلام الله له غاية ولن استطيع تحديد الجزاء. فهبط إليه الروح الأمين جبرائيل عليه السلام: يا أخي يا جبرائيل، ما جزاء من علم ولده القرآن؟ قال: لا أستطيع تحديد الجزاء. فصعد فلقي إسرافيل فقال له ذلك، ولقي ميكائيل فقال له ذلك، فعاد بالإجابة الربانية إلى خير البرية قائلا: السلام يقولك السلام، ويقول لك إن كلام الله له غاية والجزاء وفير، ومن الجزاء استمع بعد أن تصلي عليه جزاء من علم ولده القرآن. فكأنما حج 10,000 حجة، وكأنما اعتمر 10,000 عمرة، وكأنما اعتق 10,000 رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل، وكأنما أطعم 10,000 بطن جائعة من أمته، وكأنما كسى 10,000 جسد عار من أمته، ويرافق القرآن في دنياه فيكون في وجهه النور والضياء، وفي قبره مؤنسا، وعلى الصراط رفيقا، ويدنيه الحق إلى جواره، فيلبسه تيجانا من الأنوار والحلى مرصعة بالزمرد والياقوت والجواهر، أصغر ياقوتة فيه لو سلطت على الدنيا لأضاءتها وهي ظلام. وأسأل الله هذه المكانة للحج إبراهيم عامر وكل من علم ولده القرآن. يا مصر خوبي واسمعي القرآن، هنداوي العصر الآن يزلزل الوجدان، وكأن جبريل من فوق السماوات العلا ينادي: هيا بسماع القرآن جدد الإيمان. إن كنت لسماع القرآن ضاوي، إليك الآن جامعة الهنداوي، قارئ رئاسة جمهورية مصر العربية، وقارئ مسجد المشير طنطاوي، الجامعة الغامضة التي تقلد ولا تقلد، فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، فليتفضل فضيلته مشكورا. الحمد لله الذي عزنا ونفع وعلى فانقنع، وذل كل شيء لعظمته وخضع، أمسك السماء ورفع، وفرش الأرض ووسع، وكلم موسى على جبل الطور فأسمع، وتجلى للجبل فتقطع، ووهب ومنع، وأعطى ومنع،
وأنشأنا سبحانه من نفس واحدة فمستقر ومستودع. اللهم لك الحمد كما تعطي كثيرا، ولك الشكر كما تنعم كثيرا. سبحانك تفضلت بالتكليف، وتفضلت بالمعونة، تفضلت بالإعطاء، وتفضلت بالأخذ، فأنت المتفضل علينا أولا وآخرا يا رب العالمين. اللهم إنا رضينا بقضائك، نصبر على بلائك. اللهم اجعل صبرنا على مصيبتنا في ميزان حسناتنا. وممن من الأشياء التي أنزلت الصبر على قلوبنا هو وجود أولا أهلي وإخواني، أقول أهلي لأننا جميعا أهل القرآن، وإخواني لأنهم جميعا من تربيت في وسطهم، ومن تربيت بجانبهم الذين أسعدني وأنزل الصبر على قلبي حضورهم الآن. كل القراء كلهم بلا استثناء، لا أريد أن أخص أحدا باسمه، ولكن أقسم لكم أن تلاواتكم وحضوركم جميعا القراء وكافة الناس، حللتم أهلا ونزلتم سهلا على مركز أبو المطامير خاصة، وعلى محافظة البحيرة عامة. وأخص بالذكر شيخي وأخي الأكبر الشيخ حداد الهنداوي، الذي آثرت أن أتحدث بجانبه لما له في قلبي من مكانة، ولما له في قلبي من معزة، وأن تلاوته تنزل السكينة وتنزل الصبر على قلبي لفقد أبي، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل تعليمه لي ولأخي القرآن في ميزان حسناتي. قصصت عليكم قصة ولكن كانت سريعة، فأريد أن أفصلها لكم. حينما مرض أبي مرض الموت، لما أبويا مرض الموت، عدت نقرأ عليه قرآن، سورة ياسين وسورة الواقعة وسورة الملك. والله ومن جلسوا معي يشهدون على ذلك. وأبويا كان قطع الكلام قبل الوفاة بيومين أو ثلاث أيام، فأنا عدت نقرأ عليه قرآن، نقرأ له قرآن ونبشره بربنا سبحانه وتعالى، ونحسنه وخليه يحسن الظن بالله. فبنقرأ له: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. واسترسلت في القراءة: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. فقلت له: يا أبا شوف، أصحاب الجنة خالدين فيها اللي ربنا وصاهم بوالديه وعملوا بالوصية، دول جزاءهم إيه عند ربنا؟ اللي قالوا: أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. أنت كنت بتقول: يا أبا يا ربي بارك لك في أولادك، وهو قاطع الكلام. أنت بتقول: يا أبا يا ربي بارك لي في أولادي وأصلح لي في ذريتي، دول يا أبا جزاءهم عند ربنا إيه؟ والله يا أخوان، أولئك ربنا اللي بقول: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وعد الصدق، بصوا يا أخواني، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ونقول لأبويا: يا أبا أنت لقيت وعد الصدق؟ هل يا أبا لقيت وعد الصدق؟ وكأنه يومئ لي برأسه، هز رأسه نعم،
كأنه يقول نعم وجدت ما وعدني ربي. وحين جاء قرأ الشيخ طه النعماني: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أبي أبويا يا إخواني شجع علينا وتعب علينا رحمة الله عليه، وظل يعني يمشي في الظلمات بين الطرقات لكي يأتي لنا باليسير من المال لكي يعطيه أجرة لمشايخنا الذين حفظونا القرآن. وحسبي من كل ذلك كلمة واحدة قالها لي دكتور أحمد ربيع بارك الله لي فيه، معناها قال لي: أنت يعني زعلان على فقد والدك؟ قل: الحمد لله الذي أراح قلبه بوقوفك على قبره وتثبيتك له وتلقينك له السؤال، الحمد لله الذي لم يتعب قلبه بوقوفه على قبرك، الحمد لله الذي لم يحرق قلبه بوقوفه على قبرك. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. حسبي من ربي أن يكون وعده حقا ووعده صدقا، الذي قال: إن قارئ القرآن يأتي يوم القيامة ويقال له اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. حسبي أن ربي بفضله وكرمه وحوله يلبسه تاج الكرامة الذي يلبسه الله عز وجل لوالد أهل القرآن أو لوالدي أهل القرآن، كل من حفظ ولده القرآن. فأقول لوالدي: اللهم اجعل كل كلمة كنت سببا في حفظنا لها من القرآن الكريم اجعلها ترتقي بك في أعلى درجات الجنان. اللهم أسكنه الفردوس الأعلى، اللهم أسكنه الفردوس الأعلى، اللهم اجعل ألمه ومرضه وصبره على مرضه في ميزان حسناته. اللهم اجعل تجمعكم ودعاءكم وتأمينكم على الدعاء في ميزان حسناته. اللهم اجعل كل ما قرئ من القرآن الكريم أنزله عليه نورا وسلاما على قبره. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا جميعا كما أنزلت الصبر على قلوبنا ببركة وجود قراء القرآن الكريم وببركة وجود الصالحين وببركة وفرحة وجود أخي الشيخ حداد الهنداوي وأخي الشيخ محمود الخشت وأخي الشيخ طه النعمان وإخواني القراء أهل بلدي الذين يعني اصطفوا لاستقبال الضيوف، الذين أسأل الله أن يجعل ما وقفوه في ميزان حسناتهم. أخويا الشيخ محمد أبو الخير، أخويا الشيخ أحمد بحيري، أخويا الشيخ كرم، أخويا الشيخ أحمد بلتادي، أخويا الشيخ حامد، أستاذي الشيخ فوزي عبد الغفار، وأبوي اللي آصر على نفسه يأتي وهو في مرضه. اللهم اجعل كل خطوة خطاها كل كبير وصغير في ميزان حسناته يا رب العالمين، وأسأل الله عز وجل ألا أخطوها لأحد إلا في فرحة له يا رب العالمين. شكر الله لي ولكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ورزقنا وإياكم كما رزق أبي حسن الخاتمة وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاكم الله عنا كل خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع أخي الشيخ حداد الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا صدق الله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء قبضناه إلينا قبضا يسيرا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح بشرا وأنا
صدق الله العظيم. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا رأي هذا
وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا صدق الله العظيم. Amen.
وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وتوكل على الخير
وسبح بحمده. وتوكل على الحي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب صدق الله العظيم. وما أرسلناك إلا مبشرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على Yeah.
صدق الله العظيم. وما أرسلناك إلا مبشرا قل ما الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة الذي خلق
الرحمات الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الرحمن فاسأل به خبيرا لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنس لما تأمرنا وزادهم نفورا
تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يكفر وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا والذين يبيتون لربهم سجدا